أدوات التحكم في شكل الكائنات. قد نحتاج في بعض الأحيان إلى التغيير في الكائنات المدرجة في العمل بشكل يدوي، سواء كان هذا التغيير في شكل الكائن أو في حجم الكائن بالتكبير أو التصغير أو في دوران أو انحراف الكائن. ولكي يتم عمل هذه التغيرات، لابد أولا من تحديد الكائن المطلوب باستخدام أداة التحديد. يتم الضغط على الأداة ثم الضغط على الكائن المطلوب. نتعرف أولا على كيفية التغيير في حجم الكائن. نلاحظ عند تحديد الكائن ظهور 8 مقابض تحيط بالكائن، وعند المرور على هذه المقابض بمؤشر الفأرة نلاحظ تغير شكل المؤشر كما هو موضح. لدينا هنا شكل المقبض، وفي الزاوية الأخرى شكل مختلف، وفي المقابض الرأسية نلاحظ تغير شكل المقبض بالشكل الموضح، وفي المقابض الأفقية يتغير أيضا إلى شكل مختلف. لكي يتم تغيير حجم الكائن، نضع المؤشر على أحد هذه المقابض الثمانية المحيطة بالكائن، ثم نسحب المقبض إلى الموضع الجديد. على سبيل المثال، يمكن تصغير الكائن بهذا الشكل، ويمكن أيضا إعادة تكبيره مرة ثانية بالسحب للخارج، هكذا. دوران الكائن. لكي يتم تدوير الكائن بشكل يدوي، نبدأ أولا بتحديد الكائن باستخدام أداة التحديد، ثم وضع مؤشر الفأرة على أحد المقابض العلوية أو السفلية. نلاحظ تغير شكل المؤشر إلى هذه الصورة، سواء كان في المقابض العلوية أو في المقابض السفلية. بعدها نبدأ في سحب الكائن بهذه الصورة لكي يتم تدويره، ثم نطرق زر الفأرة. انحراف الكائن. لكي يتم إجراء انحراف للكائن بشكل يدوي، نبدأ أولا بتحديد الكائن باستخدام أداة التحديد لإظهار المقابض المحيطة بالشكل. بعدها يتم وضع مؤشر الفأرة خارج أحد المقابض الوسطى. كما نرى، إذا وضعنا المؤشر بهذه الطريقة يظهر شكل المؤشر على الصورة الموضحة. يحدث هذا فقط عند التأشير بجوار المقابض الوسطى كما نرى. يمكن بعد إظهار المقبض بهذه الصورة تحريك المقبض يمينا أو تحريكه يسارا كما نرى، فيتم إجراء انحراف للكائن في نفس الاتجاه. بعدها نترك زر الفأرة. تغيير شكل الكائن باستخدام أداة Subselection Tool أو أداة تشكيل الأجسام. يمكن باستخدام هذه الأداة، أداة Subselection Tool المتواجدة في صندوق أدوات البرنامج، تغيير الشكل بأكثر من طريقة على حسب الرغبة. أولا نبدأ بتحديد الشكل بهذه الأداة. بعدها نحدد نقطة على أحد أضلاع الشكل ونضغط ضغطا مزدوجا على الزر الأيسر للفأرة فتظهر النقطة المطلوبة. نقوم بسحب هذه النقطة إلى أعلى كما نرى، فيتغير شكل الكائن كما هو موضح. الطريقة الثانية، يمكن تحديد الكائن باستخدام أداة Subselection Tool والوقوف على أي نقطة من نقاط الشكل الأربعة الموضحة أمامنا، وبضغط الزر الأيمن للفأرة واختيار الأمر سموز من القائمة المختصرة نلاحظ تغير الشكل إلى هذه الصورة. نحدد النقطة العلوية اليمنى للشكل، هذه النقطة، فنلاحظ ظهور مقابض يمكن من خلالها تغيير شكل الكائن على حسب الرغبة كما نرى. تغيير شكل الكائن باستخدام أداة المنظور Perspective Tool. لكي يتم تغيير شكل الكائن باستخدام أداة المنظور، نختار الأداة من صندوق الأدوات، ثم نقوم بتحديد الكائن بهذه الأداة. نلاحظ ظهور 4 مقابض تحيط بالشكل. نضع المؤشر على مقبض الزاوية العليا اليمنى، فيتحول شكل المؤشر إلى الصورة الموضحة. نسحب المقبض في الاتجاه المناسب
إلى أن يتغير شكل الكائن على حسب الرغبة، ثم نترك زر الفأرة. نلاحظ تغير شكل الكائن وزاوية المنظور. تغيير شكل نص: يمكن التغيير في شكل نص، سواء تغيير في الحجم أو إجراء انحراف أو دوران للنص كما سنرى. أولاً يتم إدراج النص المطلوب إلى المسرح، بعدها نستخدم أداة Transform Tool من صندوق الأدوات ونضغط على النص. نلاحظ ظهور مقابض على هذه الصورة تحيط بالنص. لتغيير الحجم نبدأ بالتأشير على أحد هذه المقابض والسحب بهذه الطريقة. يمكن تصغير النص أو تكبير النص على حسب الرغبة. لكي يتم إجراء انحراف للنص، يتم التأشير خارج أحد المقابض الوسطى بهذه الصورة، فيتم عمل انحراف للنص. لتدوير النص يتم الوقوف أو التأشير خارج المقابض العلوية أو السفلية، فيتم تدوير النص بهذه الطريقة. اللوح ترانسفورم: يستخدم اللوح ترانسفورم للتحكم في الكائنات من حيث الموقع والحجم والانحراف طبقا لمعادلات رياضية بالنسبة للمحورين س و ص. تعرفنا على كيفية تغيير شكل الكائنات يدويا، والآن نتعرف عليها باستخدام اللوح ترانسفورم. نبدأ في عرض اختيارات اللوح ترانسفورم ووظيفة كل اختيار منها. لدينا هذه الأداة والتي تستخدم لجعل نقطة ارتساء الكائن في المنتصف أو في أي موضع آخر. كما نرى نقطة ارتساء الكائن هنا في المنتصف، يمكن اختيار نقطة أخرى فيتم تحديدها بهذه الصورة لتصبح نقطة ارتساء الكائن، وهكذا يمكن اختيار أي نقطة من نقاط تحديد الشكل. لدينا أيضا الاختيارات X و Y لتحديد موقع الكائن منسوبا إلى المحور السيني والمحور الصادي. يمكن التغيير في هذه القيم لنلاحظ تغير موقع الكائن. يمكن أيضا التغيير في عرض وارتفاع الكائن بالبكسل، وذلك بالاختيارات Width و Height. إذا أدخلنا قيم مختلفة نلاحظ التغيير في عرض وارتفاع الكائن على حسب القيم المدخلة. يمكن أيضا تغيير عرض وارتفاع الكائن ولكن بالنسبة المئوية، بدلا من القيم يمكن التغيير في الاختيار X Scale و Y Scale وإدخال النسب المئوية لحجم الكائن. كما نرى لإجراء انحراف للكائن بالنسبة للمحور س نستخدم اختيار الانحراف في لوح ترانسفورم. بتغيير هذه القيمة نلاحظ انحراف الكائن على حسب القيمة المدخلة بالنسبة للمحور السيني. أيضا يمكن إجراء دوران للكائن بالنسبة للمحور السيني عن طريق الاختيار روتيشن. إذا أدخلنا قيمة مختلفة نلاحظ دوران الكائن بالنسبة للمحور السيني على حسب هذه القيمة. تجميع وفك الكائنات: الهدف من تجميع الكائنات وضع مجموعة من الكائنات لتصبح كائنا واحدا يمكن التعامل معهم. هناك أنواع من المجموعات التي يمكن تجميع الكائنات إليها، سنتعرف عليها بالتفصيل. لكي يتم تجميع الكائنات نبدأ أولا بتحديد الكائنات المطلوبة باستخدام أداة التحديد Selection Tool، ومن قائمة Modify نختار الأمر Grouping، فتظهر لدينا أربعة اختيارات في القائمة الفرعية. Group as Group معناها تجميع الكائنات المحددة داخل مجموعة باسم Group. Group as button ومعناها تجميع الكائنات المحددة داخل مجموعة باسم button أو زر. Group as move clip ومعناها تجميع الكائنات المحددة داخل مجموعة باسم move clip أو فيلم فرعي. Group as shape ومعناها تجميع الكائنات المحددة داخل مجموعة باسم shape. إذا اخترنا هذا الاختيار تظهر رسالة في صندوق محاورة تسأل عن جعل المناطق المتداخلة للأجسام بنفس أسلوب ملء الفراغ. كما نرى لدينا هنا مجموعة من الأشكال، أشكال متداخلة ولها نفس اللون.
أشكال متقاطعة لها نفس اللون وأشكال متقاطعة مختلفة في اللون، وسنقوم باستعراض الحالات الثلاث لأسلوب ملء الفراغ. الحالة الأولى إذا اخترنا في الأشكال المتداخلة الاختيار يس أو نعم يظهر الشكل بهذه الصورة. إذا تم تحديد أشكال أخرى يمكن التجميع باستخدام القائمة المختصرة بالضغط على الزر الأيمن للفأرة واختيار الأمر Grouping. إذا اخترنا Group as Shape ومن صندوق المحاورة اخترنا No أو لا، فتظهر الأشكال على هذه الصورة. بالنسبة للأشكال المتقاطعة إذا تم تجميعها، أشكال متقاطعة لها نفس اللون، إذا تم تجميعها كشكل واخترنا نعم فتظهر بهذه الصورة، وبنفس الطريقة إذا تم تجميعها واخترنا لا تظهر بهذه الصورة. نقوم بتحديد هذا الشكل ومن القائمة المختصرة نقوم بتجميع الشكل ونختار نعم فيظهر بهذه الصورة، وإذا تم اختيار لا يظهر بهذه الصورة. نلاحظ الاختلاف بين الأشكال في كل حالات ملء الفراغ. لفك مجموعة من الكائنات يتم أولا تحديد الكائنات المطلوبة، ثم من قائمة موديفاي نختار من القائمة جروبنج الاختيار ان جروب، فيتم فصل الكائنات إلى كائنين بهذه الصورة. بنفس الطريقة يمكن استخدام القائمة المختصرة بالضغط على الزر الأيمن للفأرة ونختار أيضا الاختيار ان جروب، فيتم إعادة الكائنات لشكلها الأصلي.